السلام عليكم، معكم نرجس الهلالي، طالبة سنة خامسة طب كلية طب والصيدلة بالدار البيضاء ورئيسة مجلس طلبة طب بالدار البيضاء. فاحنا اليوم هنايا في شكل احتجاجي آخر سلمي حضاري، طلبة وجدوا أنفسهم مرغمين أنهم يجيوا للشوارع يباجوا فيهم من بعد ما شنوا علينا من الكليات ديالنا، من بعد ما ضاقت السبل تقرا جميع الأبواب ديال الوساطة طوال 10 أشهر. السيد الوزير غلق علينا باب الحوار في الأشهر الأولى وهو ما تسبب بأنه الأزمة توصل ل 10 شهور دابا، وعلى الرغم من اننا كنا كندقوا جميع الابواب مازال زعما كانوا كيتصدوا البيبان في وجهنا لسبب ما. نحن زعما لسنا ندري ما هو السبب، نجهلوه لحدود الساعه، في حين انه فاش كندوزو على طاوله الحوار كنقدموا الملف المطلوب ديالنا كيقول لك انه ملف عادي ومشروع. فاش كنجيو نهضروا بالحجاج ما كيقولوش لك الاسباب ديال النزول ديال هذوك القرارات. علاش شم حد في السنه السابعه؟ ما كنعرفوش علاش شم حد ديالها، ما كاينش شي حاجه اللي كيقنعوك بها. فاش ما كيلقاوش انهم باش يقنعوك كيلجؤوا للاساليب ديال القمع، الاساليب ديال الشتم. البارح شفنا واحد الانتكاسه حقوقيه، طلبه ديال الطب كيتعرضوا للضرب والركل، ومنهم من تم اعتقاله هو الضويل ديالهم، يعني حتى الاباء والامهات تم اعتقالهم. فرحانين بهاد الازمه، وصلوها 12 شهر وبعد 12 شهر شنو غنديروا؟ واش كيطالبوا الطلبه اللي غنتعاملوا معاهم بحال مجرمين ولا فارين من العداله؟ شنو داروا الطلبه وهم خيانه تاع هذا الوطن؟ ناس كبغوا الوطن ديالهم وهم اليوم جريحين هذا الوطن، جرحونا لانهم ما يمكنش انهم نبقاو حنايا كنبغيو الوطن ديالنا ونبغيو المواطن وباغيين ليه الخير والمصلحه ديالو، وكتقاتل على التكوين ديالك باش ماشي غدا تخرج بزاف كيقتلوا في عباد الله وهما كيتعاملوا معاك بحال هكا. غيخرج السياسه ديال التفريخ والانتاج ديال الاطباء بدون كفاءه وبدون جوده، قتلوا المستشفى العمومي، قتلوا الصحه العموميه وكيقتلوا التعليم العمومي حتى هو. راه عيب وعار اننا ندوروا 10 شهور للازمه ما قدرناش نحلوا الملف، ملف بالغمايه فوق الطاوله ديال الحوار، الغمايه ديالها بكل ما تحمل الكلمه من معنى. شنو هما هاد الحلول؟ حلول بسيطه، يتم التعامل مع النقاط العالقه، وتلك النقاط العالقه ما كاينش اوضح منها. يتعاملوا مع النقطه السابعه، يتم اعفاء هاد الدفعات اللي كاينين دابا من هاد الاصلاح ويجيو باصلاح بعقلاني. يعني يتعاملوا مع الحل ديال التمثيليات الطلابيه، يرجعوا لنا التمثيليات الطلابيه ديالنا، يرجعوا لنا الممثلين ديال الطلبه ديالنا. دابا بلاصه ما اننا نخفوا الازمه كنزيدوا نعمقوا الازمه، وكنزيدوا دابا في الاعتقالات وهالمضروبين وهالضحايا الى اخره. فين غاديين؟ شنو زعما فين غادي البلاد بهادشي؟ ناس كيبغيو الوطن ديالهم وكيتعاملوا بحال انهم مجرمين، راه عيب وعار. واش هادو هما الموارد البشريه اللي غتخدم في ورش الاصلاح ديال الحمايه الاجتماعيه؟ واش هكا غنهضوا بالقطاع ديال الصحه كدقدقوا فيهم؟ راه عيب وعار، هادوك راه ولادكم، ولادكم عباد الله، وحشومه عليهم يلقاو بوحدهم. المسؤوليه كامله يتم تحميلها جميع القيمين على الملف، وعلى راسهم رئاسه الحكومه، وعلى راسهم الوزارتين المعنيتين، يعني وزاره التعليم العالي ووزاره الصحه. راه لا يعقل انه حنايا من الاشهر الاولى كنقولوا خاصة تلقى حل، ونجيو نبقاو اليوم كيدفعوا لنا السنه البيضاء، كيدفعوا لنا اننا نخرجوا للشوارع، كيدفعوا لنا اننا نخرجوا على السيطره. فراه عيب وعار اننا نبقاو غاديين نستمروا في هذا المسلسل. 10 شهور ما كفاتكمش من حياتنا، عطينا فيها الدم لوجوفنا، فين غادي نمشيو مازال؟ حنايا طرقنا جميع ابواب الوساطات واخرها كان باب ديال وسط المملكه. كان تجاوب من طرف شعبه الصيدله مع هذوك المقترحات، يعني حسن النيه كاين ماشي ما كاينش. كانوا كيقولوا انه الطلبه ديال الصيدله هما طلبه متضامنين، بين العكس ديال ذلك. طلبه ملي عطوهم مقترح اللي قل تطلعات ديالهم كانوا قبلوه. الى شعبه الطب لقاو معاها حل، تعاطوا مع هذوك النقاط العالقه، شنو كتسناو مازال؟ عطيو الناس شنو بغاو، راه مطالبهم اكاديميه ماركين كيطلبوا شي حاجه اللي فئويه. يتم التعامل مع هذوك النقاط وستحل الازمه. حقيقه يعني ما وقع في الرباط، يعني هذه سابقه من نوعها، عمرنا شفنا شي انتكاسه حقوقيه من هذا النوع. ناس اللي سلميين، طلبه اللي حضاريين، جميع الاشكال ديالهم 10 شهور وحنايا سلميين وحضاريين، كنجيو دابا فاش زعما الامور قربت البوادر ديال الفراش كتبان، نجيو نعطوهم العصا. راه لا يعقل اننا نبقاو غاديين بهاد السياسه ديال تكسير العظام. شكون هاد الناس اللي ضربتوهم البارح؟ راهم ها ولادكم، هما الاطباء اللي غيداويوكم غدا، فين غاديين بهاد الشيء؟ السلام عليكم ورحمه الله، معكم محمد طه الشيدني، طالب سنه ثانيه بالطب العام كليه الطب والصيدله بالدار البيضاء، وممثل باللجنه الوطنيه لطلبه الطب والصيدله وطب الاسنان بالمغرب. نحضر اليوم باعتصام امام كليه الطب
والصيدله بالدار البيضاء اعتصام لواء انذاري لمده ديال 12 ساعه في خطوه تصعيديه لغياب جديه الحكومه في حل حاله الازمه. اعتصام لحضراته اعداد غفيره جدا، اجابه على المقاربه القمعيه والامنيه اللي تعرضوا لها الاخوان ديالنا في الرباط، يعني البارح بالامس وحتى في الصباح، يعني كانت واحد السياسه قمعيه اللي هي كبيره بزاف، كان ضرب مبرح، كانوا اصابات كبيره عن الطلبه، كذلك كانوا اغماءات، ووصل الامر لحد الاعتقال، كانوا اعتقالات كبيره في صفوف الطلبه، وتم اعتقال حتى ممثلين باللجنه الوطنيه. حقيقه هذا الامر هذا نستنكروه بشده، لا يعقل ان تكون العصا وتكون الزرواطه هي اللغه ديال الحكومه، وعمرها ما غتلقى الحل بهذه الطريقه هذه. نحن في اللجنه الوطنيه اكدنا منذ بدايه نضالنا اننا نرفع السلميه شعارا، وان نرفع الحوار شعارا لحل حاله هذه الازمه، ونرفض جميع اشكال العنف، ونحن منفتحون الى جميع الوساطات، واخرها الوساطه ديال مؤسسه وسيط المملكه، مؤسسه ديال وسيط المملكه اللي الحمد لله كانت سببا في حل مشكل ديال طلبه الصيدله، ودخلوا طلبه الصيدله، وهذا دليل على حسنيه ديال اللجنه الوطنيه، وهذا دليل على انه الهدف ديالنا وان الشعار ديالنا هو انه هذا المشكل خصو يتحل. حنا عمرنا ما كنا ضد حل ديال المشكل، بالعكس حنا كنقلبوا غير على الفرص من اجل حل المشكل، لان هذه المده الطويله ديال 10 شهور في الحقيقه ما مستافدش منها حتى واحد، ما مستافداش منها البلاد ديالنا، ما مستافدش منها الطلبه، ومستافد منها حتى واحد. فنتمناو ان الحكومه تحل بالجديه وتحل بعقلانيه في تدبير هذا الملف، فهذا وقت كثير بزاف، هذا الوقت ديال الزمن الجامعي هذا اللي تهضر حقيقة لا يمكن تعويضه، ولكننا متفائلون لإيجاد الحل، متفائلين أنه الحل كاين، وشكرا. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.